مرحبا مرحبا مدموزيل. يعيشك يا دكتور. قولي مدام زهرة لاباس؟ لاباس يسأل عليك الخير. وانت شنو احوالك؟ انا حوالي ما تعجبش، خطيبي هرب عليا. يعني عنده الحق. كيفاش؟ قلت لك زهرة عندك اون ديبرسيون اموروز. لا عندي لحمات في جراجمي وخذيت موعد مع طبيبة باش نحيهم لي. قولي انت لواش جيتني بالضبط؟ جيتك باش تلقى لي حل لمشكلتي انا وصبري. صبري شو قبل ما تجاوبني ساعة ريلاكس توا اي ريسبير بيان. قولي اي شكون صبري؟ رئيس الحكومة. انت ما هو خطيبي اللي هرب علي يا دكتور. اي وعلاش هرب عليك؟ ونعرف عليه انا كجي تعرف ما نجيكش لهنا. باه باش نسألك سؤال محرج شوية. شو انا طبيبك وما تحشمش مني ها؟ قولي الكورون بيناتكم كيفاش كان؟ تسأل فيا على الكورون اللي بيني انا وصبري؟ والله احرجتني يا دكتور. انت مالك كيما الناس الكل كي ما نخلصوش ورقة التريسيتي استاك يقصوا علينا الضوء. باه فك علينا من الكورون. الحوار بيناتكم كيفاش كان؟ تم واخذين جائزة نوبل للسلام وصفقنا وعطونا كسكروت ودبوزة ماء وروحنا. باهي قولي سي صبري هذا كان عنيف معاك؟ ابدا ابدا، اما ساعة ساعة مشتم قص كهو. وكي يضربك انت تسكت له؟ اش تحبني نعمل معاه يا دكتور؟ تحبني نضرب ونقسمه في زوزة؟ انت شكون عندي انا؟ باهي علاش مشى هو؟ مشى في تاكسي جماعي. لا اسمعني نقصد علاش هرب عليك؟ ونعرف عليه يا دكتور والله لو كنت مقصرة معاه. يبالكش ماهوش قاعد يشوف فيك مليح. ساعات يقول لي عيني توجع فيا وقداش من مره شدت فيه قلت له برا مشي عدي عليهم ما يحبش يسمع الكلام. عرفتوا اللي هو نقسم ضر. اخر مره قال لك فيها نحبك تتفكرش وقتاش؟ اخر مره قال لي فيها نحبك، اخر مره قال لي فيها نحبك عمره ما قالها لي على خاطر حشاه. واحنا الجو ذا والكلام ذا بتاع البرجوازيه ما عناش، عنا عيب رجل يقول لمراه نحبك قبل العرس. يبالكش انت مقصره معاه وما عرفتش كيفاش توريه نقاط القوه نتاعك البس له حاجه توريه جمالك فيها. ساعه عندي شوكيكه بتاع المنتخب الوطني تجي من البسها له. عليها امسحوا بخالد بدره هو. شوف البس له جوب ميني، اعمل مكياج، البس له تالون، اعمل بارفان. قل لي اشنو البارفان اللي يحبه؟ يحب القوارص. بون ظاهر علاقتكم عموديه. شو معناها؟ معناتها فيرتيكال. يا اخي خطبني بارابولي دكتوره، فهمني راني مر بمشاكل عاطفيه، الرجل اللي نحبه مشى وخليني مع وحده ما تحبوش، واللي يحبني انا ما نحبوش، هو يحب ياخذني، يا اخي كما انا ما حبيتش ناخذه، حب امي، وامي ما كانتش تحبه ولا تتحبه، يا اخي انا ما نحبش امي تحبه، ونحب اللي نحبه يرجع يحبني، فهمتني؟ فهمتك فهمتك. بون اكل 50 دينار نتاع الفيزيت ها؟ امشي فزاني رقتنا راك. هاي اخويا هاي بوقت النهار كريتها ايه مازالت اللعبه اسمعني تربحني في القهوه ونرمارها وتحب تربحني في داري ليه اسمعوا سيدي حتى اسماعيل عنده دا اي بيان سور اما بيناتنا اسماعيل احسن فار عملتها في حياتي صاحبي اسماعيل ما دراك راني تكتك مش نورمال ريتها هي وجهها مكمش كالكرش اما انا راني حاملها لخاطر عندي برشا فريات انا يا الدار ماني نكرهها بالليل نورثها انا ونكرهها بالليل هذاك نحط لها 200 غرام ملح والماكله لما تموت تما والله قسما بالله خلاك في الغلط انا شبيك سكت والله قسما بالله نميس قول لي عاد من لميس هذيك الساعه برميل نفط كتش الاقبال بلديه ما يهبطوا فيها قرار هدم ريت حزام شكون برميل النفط؟ انا قلت برميل النفط عديك بتقوى بالله انا قلت برميل نفط برميلة نحكي عن برميلة هاي هاك خلطة هاك فرش قهوة وشكوبة ودخان سميرة ديتها قهوة الرية يا بنتي ليه هذه مناسبة لطيفة بمناسبة عيد ميلادي لميت الأصدقاء المقربين متاعي باش نحتفلوا مع بعضنا بالحق تحتفل بعيد ميلادك اليوم عيد ميلادي وقديش عمرك تولى عمري 28 فيه البركة فيه البركة فيه البركة فيه البركة فيه البركة فيه البركة يا سمير السلام عليكم. مش بيك مباومة؟ أنا ما نحكي يا صبري. إن شاء الله خير. هاك الطفلة لميس حكيت لي حكاية دخلتني بعضي. وأنت تحكي معاها الطفلة هذيك ضاربة راه. تعرف إيش قالت لي؟ إيش قالت لي؟ قالت لي اللي الراجل اللي هرب عليها وبدلها بواحد أخر هو أنت. شكون؟ الراجل اللي هرب عليها. إيه؟
ولا لابس يقسم بالله العظيم شيء يوقف الوقت. انا خزرالي معناها انا صبري لاس فيغاس نفدلك مع الجوارات ليفاندوفسكي بالشلابق نفدلك يطلب فيا البارح بركة باش نلاميز. انت انا البارفان تاعي تتسمع انا ما تتشمش تقولي شنو خزر اللاميز يا عجبكش صباتي من طالي جوسك بتتي دالموند وفما منه كعبتين باش نخزر للطفل هذيك. شبيك يا بنتي راني انا حلم مشتر فتاة شمال افريقيا باش نخزر اللاميز. وانت تصدقيه كلام كي من هذا؟ ليه ما صدقتهاش؟ وعليه ما صدقتيهاش؟ مسكينة ظهر فيها داخلة بعضها. يعطيك الصحة اقسم بالله داخلة بعضها. يا بنتي دخلت نلقاها شادة نص خبزة تاكل فيها بالدندو فريز. انت عزيزتي حكاية كي من هذه نلقاك هكا مادة وجهك الساطور تقول في فرق وترحي في الدخان. انت زخفتني يا شيخي زخفتني هذاك عليه بعثها للبسي. يا بنتي هذيك ما تبعثيهاش لبسي تبعثيها البلفيدير بحذا قفص الفيل مقابله فرس النهر تبدا تغمز له. شيخي تسخف راهو. انت لا تسخف لا شيء راني نعرفهم ريت البنات اللي يعرفوني في حياتي كلهم طامعين فيا. نعم اش تقصد؟ يا عزيزتي ما نقصد شيء يا بنتي مش عليك انت. انت راكي زهره انت راكي ورده عيني نعطيهم لك شويه فيك يا. ما نحبش عينيك. شنو تحب؟ تحب نعطيك دوارتي؟ نعطيك المصرانه الخشينه؟ نعطيك البنكرياس؟ عندي بنكرياس زايد خذي. تحبيش كلوه؟ انا راه كلوه واحده تكفيني. تحبي كلوه على اليمين ولا كلوه على اليسار؟ انا حاجتي بسويعه من وقتك هكا هو. انت نعطيك العمر كله انا. نحبش العمر كله، نحب سويعه من وقتك. وعليها سويعه؟ نحب نهزك الرونديفو مهم على الاخر. شنو هي الرونديفو زاده؟ عزيزتي توم ثبت هذا كونتابلي باهي؟ اي شغي هذا اعز كونتابل في تونس. حتى حبوه يخدم معاهم في البنك سنترال وهو ما حبش. وش بيه بيرو تقول سوق المنصف باهي؟ اي تفضل الدكتور يسنى فيكم. دكتور؟ اي دكتور في كونتابيليتي. مرحبا. صافا؟ حاجة قلت مونشيغي كيما تفهمنا باش نحكيو على المشروع. سلام سي محسن شنو سي فوزي. سي فوزي سامحت. مرحبا. تفضلوا. زهرة راه ديما تشكر فيك. تقول لي سي وائل. فوزي. سي فوزي راهو كونطابلي هك وراهو إنسان ثق. الحمد لله الناس بوجوهها. أما حاجة ما فهمتهاش أنا سي صادق. فوزي. سي فوزي وأنا داخل عرضني على تروس طب يعمل لك البر وفما رود راسه قدك وكلب آخر قد الكوموند. شوف وأنا صغير كنت مغروم برشا بالحيوانات بعد ما كملت قريت أنت الكونتابيليتي الكل زدت قريت على نفس الحيوان. الحيوان يستحق نفس هو. بيان سور شوف أنت ما تتقلق ساعات تحس روحك معناها بحاجة بالنفساني. صحيح. كيف البركوس. شكون؟ معناها البركوس الثعلب السردوك ماذا بيك تقعد تسمع وتفهمه وتحكي معاه. باهي نحكيو شوية خدمة توا. إي بيان سور شوف أنا عملت ليتيود نتاع المشروع نتاعك أنا ومدام زهرة في قالب بعضه يتكلف لك 130 مليون. 130 مليون يتكلف؟ إي صحيح. شوف حسب الأسواق التونسية والأسواق الحرة معناها وقت حرف التمام يطلع ويهبط. تمام. أون برانسيب في ظرف 6 شهور يجيب لك ربح صافي 300%. قديش يدخل فلوس حب قديش؟ قولوا احنا 450 مليون. أنت تحكي بالرسمي؟ شوفوا 6 شهور 450 مليون معناها في العام يجيو 900 مليون قولوا احنا مليار مليار في عام. ولا اش قولك حبي؟ ايش اللي اش قولك قال لك مليار في عام يا عجبكش زيادة بالطبيعة عجبتني الحكاية. عزيزتي مش عندنا رونديفو توا احنا. باهي شريط نجم تمشي انت انا نحب نقعد مع سي فوزي نتفاهموا شويه ونعملوا شويه غشاش على المشروع. خليكم مالك ان شاء الله معرفه طيبه سي محرز. فوزي. سي فوزي ونخليكم مشيش نخرج لبرا نلقى كونغورو ولا شي حاجه. ولا كونغورو يدخل لك ولا عليها. تعرف من الأول مش في بالي اللي هو الدخفة يا ظهر هيش. جيعان أصبح سلطانه
بنادم يدوال كيشوف الملاح يولي خوال ما يعطينا بالا سبحان الله مغير الحوالة بايد شيعون صباح سلطانة هيكولا بنادم يدوال كيشوف الملاح يولي خوال ما يعطينا بالا بارك حصل المالي هبل تنسح بابك تتخطزي تهبل الناس منك تكره هتملة عيش راجل كن يا صاحبي.